هنكمل البون ديزيزز بتاعتنا. خدنا الهيريديتري بون ديزيزز، ديفلوبمنتال بون ديزيزز، والديستروفيك بون ديزيزز. الانفلاماتوري بون ديزيزز اللي عايزين نتكلم عنهم النهارده هي الدراي سوكت، اكيوت سابيوراتيف اوستيومايلايتس، كرونيك سابيوراتيف اوستيومايلايتس، فوكال سكليروزنج اوستيومايلايتس، ديفيوز سكليروزنج اوستيومايلايتس، اند كرونيك اوستيومايلايتس وذ بروليفراتيف بيري اوستيايتس، او اسمه الثاني جاريز اوستيومايلايتس. الاوستيومايلايتس من الحاجات المهمه، ودي من الحاجات الكومن فعلا ان احنا نقابلها ديورنج الشغل بتاعنا في العياده. اول حاجه دراي سوكت. دراي سوكت يعني ايه؟ ده بيجي بعد الاكستراكشن، ده one of the major complication بيجيلك بعد التوث اكستراكشن، بعد ما تخلع الضرس العيان one of the common complication يجيلي بدراي سوكت. المفروض يحصل ايه بعد التوث اكستراكشن؟ اولا بيحصل بليدنج وتتكون بلود كلوت، والبلود كلوت دي يحصل لها organization، تبقى invaded by granulation tissue، وبعدين يحصل organization للgranulation tissue ده into bone formation. ده النورمال سيكونس بتاع او نورمال هيلينج اوف بون. اللي حصل عندي ايه بقى هنا؟ ان انا حصل عندي يا ما حصلش بليدنج من اساسه، ان انت تخلع العيان درسه وما فيش بليدنج خالص، او ان حصل ديزنتجريشن للبلاد كلوت بتاعتي دابت. وهنعرف ايه الاسباب اللي تخليها تعمل كده. في حاجات على الدكتور وفي حاجات على المريض نفسه. حصل ديستراكشن للانيشيال بلاد كلوت دوت، هيؤدي الى ان هيمنع الهيلينج، ويؤدي لي الى الفيتشرز بتاعه الالفيلر اوستيايتس، او الاسم الثاني الدراي سوكت. البلازمينوجين هيتحول لبلازمين، تمام، ويحصل بدل ما البلازمينوجين يتحول لبلازمين هيحصل لايسز للفايبرين دوت، ويطلع الكاينينز دي سايتوكاينز مسؤوله عن البين سنسيشن. عشان كده بيبقى عندي سيفير بين. ايه الكوز بتاعتي؟ المين كوز انون، بس في predisposing factors، في عوامل مساعدة على كده. زي ايه؟ ان يحصل bacterial contamination للسوكت دوت. خلاص؟ عيان بعد ما خلعت له حصل له bacterial communication من الاورال فلورا اللي موجودة في الاورال cavity. او كنت انا عامل traumatic extraction، يعني اتعافيت شوية على السنة وانا بخلعها، او long procedure برضو ده يعلي الانسيدنس of دراي سوكت. عشان كده دايما او غالبا بنشوف الدراي سوكت ده لما بنيجي نخلع امباكشن، بس نعمل امباكشن نخلع الايت. خلاص، لو كانت سيرجيكال بروسيجر طويله شويه العين ده بيبقى سسبتبل ان هو يخش في دراي سوكت بسهوله، او ان انا استخدمت فازو كونستريكتور كتير في الانثيزيا بتاعتي. عارف انا الانثيزيا بتاعتي من ضمن الكونتنت بتاعتها بيبقى فيها ادرينالين، ليه؟ عشان تعملي فازو كونستريكشن ما يحصلش اكسسيف بليدنج وانا بخلع. الحاجه الثانيه انها تساعد على ايه؟ انها تطول لي مده الانثيزيا بتاعتي اطول فتره ممكن. يبقى الادرينالين اللي موجود في الانثيزيا بتاعتي اولا عشان يعمل لي فازو كونستريكشن، فيقلل لي البليدنج وانا شغال ابقى شايف كويس، ما بقاش قاعد في بحر من الدم وقاعد شغال. والحاجه الثانيه ان هو يطول مفعول الانثيتيك سوليوشن بتاعي. طيب لو انا استخدمت excessive use of vasoconstrictor في الحاله دي، لو حصل severe vasoconstriction طبعا مش هيبقى عندي دم، مش هيتكون عندي دم جوه الساكت بتاعي بعد ما اخلع. الستات اللي بيستخدموا contraceptive pills، واحده بتستخدم حبوب منع الحمل وجات لك عشان تخلع، الكونتراسبتيف بيلز لقوا ان هي فعلا ليها رول كبير قوي انها تعمل ديزنتجريشن للبلاد كلوت بتاعتي. والتوباكو يوز، عيان بعد ما خلع راح ايه رازع له 3-4 علب سجاير، خلاص،
وانت طبعا مديله انستراكشنز ممنوع التدخين ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا، او العيان ده عمل اكسسيف رينزنج للاورال كافيتي. عشان كده في انستراكشنز بنديها للعيان بعد الخلع، لا تتمضمض ولا تتف ولا تدخن ولا تشرب حاجات سخنه ولا 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 حاجات كتير. لو ما سمعش الكلام ده فعلا بيبقى عنده هاي انسيدنس ان هو يخش ايه في دراي سوكت. المانديبولار بوستيرير اريا بتبقى مور كومنلي افكتد. ليه؟ لان الكورتيكال بون بتاع المانديبل بيبقى ثيك دنس، فعرضه ان انا الجا الى تروماتيك اكستراكشن. تمام، زائد ان الفاسكوليتشر بتاعه المانديبل اقل من الفاسكوليتشر بتاعه المجزلة اللي هو موستلي بيبقى سبونجي بون. فيلير اوف بلاد كلوت ان ان اكستراكشن سوكيت وبريك داون افتر اتس فورميشن. تمام، اهي يا اما ما تكونتش الكلوت او حصل لها بريك داون بعد الفورميشن. شايفين ادي السوكيت بتاعي بعد الخلع عباره عن ايه؟ بير بون، بون عريان مش متغطي باي حاجه. المفروض ده يبقى متغطي ببلاد كلوت اللي هتتكون بعد كده، تبقى انفيدد بجرانيليشن تيشو اللي هيحصل له اورجانيزيشن بعد كده انتو بون. لكن هنا حصل يا اما ما تكونش عندي بلاد يا اما ايه حصل ديزنتجريشن للبلاد كلوت بتاعتي، فساب لي بير بون وذ سيفير بين. يبقى عندي بير بون في السوكت بتاعي، بريزنس اوف سيفير بين. تمام، والبين هنا معلش نرجع، البين هنا بيجي في حالات الدراي سوكت او تتشخص العين ده يبقى اول يومين كويس والبين بيبتدي بعد ثالث يوم من الاكستراكشن. ليه؟ لان خلاص حصل ديسنتجريشن لكل البلاد كلوت بتاعتي وبقى عندي بير بون. فيقول لك من ثالث يوم اكستراكشن وهنا العيان عمال ايه يصور. لو جت صورت اكس راي بعد الاكستراكشن على طول، طبعا كل اللي هشوفه ان انا عندي الساكت اهو بتاعي فاضي مكان الاكستراكشن، وادي اللامينا ديورا. اللامينا ديورا دي المفروض اخرها 3 4 5 ايام 1 ويك بكتير قوي، والمفروض يحصل لها ريزوربشن. لكن هنا بعد 2 ويكس افتر اكستراكشن هلاقي اللامينا ديورا بتاعتي ستيل موجوده. خلاص، دي من علامات الدراي سوكت. التريتمنت اولا لازم استبعد اي حاجه مخليه العيان ده يحس بالبين، وان مفيش عندي انفكشن، ان مفيش عندي ريميننج روت سايبه جوه. خلاص، الحاجه الثانيه بنتعمل له اريجيشن بسالاين، وبنحط انتيسبتيك دراسنج عباره عن ايجينول مع شويه حاجات كده بتتحط جوه الكافيتي، والدراسنج ده بيتغير كل يوم لحد ايه لمده 3 4 ايام، بيحس بعد كده الدنيا بيحصل لها مفيش اي مشكله، لان بيحصل بعد كده نورمال بون هيلينج بعد كده. خلاص، اكيوت سابيوراتيف اوستيومايلايتس. الاكيوت سابيوراتيف اوستيومايلايتس اتس ان اكيوت انفلاميشن اوف بون اند بون مارو. اوستيومايلايتس معناها انفلاميشن في البون اند بون مارو. سابيوراتيف يعني في سابيوريشن في بس، واكيوت معناها ان هي اوف رابيد اونست اوف شارب ديوريشن. خلاص، ده نتيجه انفكشن بايجينيك مايكرو اورجانيزم. ايه الكوزز بتاعت ان انا يجي لي اكيوت سابيوراتيف اوستيومايلايتس؟ اي اودونتوجينيك انفكشن، تروماتيك فراكتشر، في حالات اللي هي بيبقى معاها اكيوت نيكروتايزنج ulcerative جينجيفايتس او الاي ان يو جي، وممكن بيجي بعد حالات الدراي سوكت لو كانت كومبليكيتد. الكوزاتيف مايكرو اورجانيزم الستافيلوكوكس اوريوس جروب اي هيموليتيك ستريبتوكوكاي والانيروبس، دول المين كوزاتيف اورجانيزمز. البريديسبوزنج فاكتورز ان انا عندي كرونيك سيستميك ديزيز، واحد عنده دايابيتس مثلا، خلاص فعرضه للانفكشن بسهوله، واحد عنده systemic diseases او immunocompromised patient، واحد عنده HIV عنده AIDS، واحد اي واحد عنده disease بيقلل الفاسكولاريتي بتاعت البون بتاعتي، زي في حالات الماربل بون ديزيز او الاوستيوبتروزز. فاكرين كنا بنقول ان هو ممكن يجيله دراي سوكت وان هو عنده recurrent infection عشان عنده leukopenia وعنده thrombocytopenia والكلام ده كله، والناس اللي عندهم Paget's disease of bone.
الاكسسيف يوز اوف توباكو اند الكحول، الدايابيتس، الاكزانسومتس فيفر، الانيميا والمالنيوتريشن والمالجنسيز، كل دي الحاجات اللي احنا لو قعدنا نبص فيها كلها حاجات بتسبرس الاميون سيستم بتاعي، فتبقى ده predisposing factor للacute suppurative osteomyelitis. بيبقى عندي as acute condition بيبقى عندي general manifestation fatigue, irritability, malaise، بيبقى عندي restricted movement للaffected part، بيبقى عندي edema, erythema وtenderness وايه وhigh fever. في الاكس راي في شكل مميز قوي بنسميه moth eaten appearance. moth eaten appearance كنا خدناها في الميتاستاتيك كارسينوما اوف ذا جو، خلاص قلنا الاكس راي بتاعتي بتبقى عندي الريجولر ريديلوسنسي وبتديني شكل moth eaten appearance، كان البون بتاعي كده زي العته كلته، وبيبقى بعد كده عندي البون بيبقى dead bone. طب dead bone ده بيبقى indicated بايه؟ لو انا عندي ادي البون بتاعي اهو، ده المانديبل بتاعي وعندي osteomyelitis بتاعتي هنا، خلاص حتة البون دي بقت dead bone. طيب عايزين يحصل لها resorption، الاوستيوكلاست بتاعتك انفى شويه ما بتاكلش الديد بون، فتعمل ايه؟ فتاكل الفايتال بون اللي حواليها كده، تاكله كده، فصلت لي الديد بون ديت عن بقيه البون، فدي هتفضل موجوده. هتفضل موجوده، دي بنسميها ايه؟ سيكويسترم. سيكويسترم دي اللي هي الايه؟ الديد بون اللي مفصوله جوه العظم. يبقى انت هتشوف moth eaten appearance، خلاص، والregular radio opacities اللي هي حتة البون اللي موجودة دي اللي هي اسمها ايه؟ sequestrum. بيبقى عندي هنا الاقي عندي dead bone، necrotic bone، والnecrotic bone ده انا بعرفه ازاي؟ بلاقيه عبارة عن empty lacunae مفهوش osteocytes وsurrounded by acute and chronic inflammatory cells. الديد بون او sequestrated بيبقى sequestrated او بيتشال من الليفينج بون by osteoclastic resorption on the expense of vital bone. يعني ده البون ده بيتشال او sequestrum دي بتتكون ان بيحصل بون resorption على الاكسبنس بتاع الفيتال بون. الكرونيك osteomyelitis دي بتفولو ذا اكيوت، لو الاكيوت left untreated هيكون عندي كرونيك ايه؟ osteomyelitis. تمام، البروسس دي ممكن تجيلي spontaneous زي ما كنا واخدين زمان في الاكيوت palpitis والكرونيك palpitis، وقلنا ان الاكيوت palpitis تقلب بكرونيك، صح، او ممكن الكرونيك تبتدي from the start as a chronic disease لو في حالة ان انا عندي high immunity و low virulence microorganism. ال chronic osteomyelitis في منه انواع، في chronic suppurative osteomyelitis، في chronic focal sclerosing osteomyelitis، في diffuse sclerosing osteomyelitis وال Garry's osteomyelitis. ال suppurative osteomyelitis او ال chronic suppurative osteomyelitis ده هيfollow the acute، السيمبتومز بتبقى زي الاكيوت بس اوف لونج ديوريشن واقل حده من الاكيوت، بيبقى عندي سويلنج اوفر ذا افكتد اريا اوف ذا جو، لوزنس اوف ذا ريليتد تيث، ديسكمفورت ديورينج ماستيكيشن، وساينس تراكت هتلاقيها بالدرين ايه باس. وزي ما اتفقنا ان اكيوت بيكون فيه باس، الباس حصل له درينج قلبت بايه؟ بكرونيك. نفس الكلام ما بيتغيرش، pain of varying intensity، عندي mild fever، mild leukocytosis، وممكن الاقي عندي باراثيزيا او numbness في اللور lip. الفوكال سكليروزنج osteomyelitis
It's uncommon, foreign. وده بلاقيه في الناس أو في young adults أو في children وبيبقى related للبكتيريال infection. ألاقي عندي focal يعني localized, sclerosing يعني dense bone formation. وده تلاقي عندك dense bone related للapex بتاعت سنة, يا فيها deep carious cavity يا large filling. Usually affect young patients in the second, third decade of life. تمام, the mandible usually بيبقى involved, بيبقى related لcarious tooth أو heavily filled. مفيش أي sign and symptoms with mild pain بسبب طبعا يا caries يا الـ يا filling لو في مشكلة. أهو شايفين عندي سنة فيها filling, large metallic filling أهو أو large filling, وعندي condensation of bone related للroot بتاعي. هنا one of the differential diagnoses هيتحط اللي هو ايه؟ التروس سيمنتوما طبعا. طب ايه الفرق؟ التروس سيمنتوما بتبقى اولا associated للروت, هنا لا, يبقى دي associated او attached للروت بتاعي, هنا لا. الترو سيمنتوما بتبقى surrounded by radiolucent rim, هنا لا برضو. خلاص الترو سيمنتوما السنة بتاعتي بتبقى vital, هنا السنة بتاعتي بيبقى فيها يا caries يا large filling. خلاص, لكن في differential diagnosis هنا يتحط معها ايه؟ ترو سيمنتوما. الليجن ده بيبقى عبارة عن mass of bony trabeculae. خلاص, والmarrow spaces هنا بتبقى more or less بتبقى fibrotic, وألاقيها infiltrated بsmall number of chronic inflammatory cells mainly lymphocytes. الdiffuse sclerosing osteomyelitis زي الفوكل, مع الفرق ان الفوكل بتبقى localized في حتة واحدة, الdiffuse بتبقى في area أكبر, نتيجة ان انا بيبقى عندي ان الانفكشن ده بيوصل للبون through wide area of entry. ده more common انه يحصل في الolder patients, بيبقى جايلي على الedentulous area especially في المانديبل, and may undergo acute exacerbation with suppuration and draining pus. اهو شايفين area كاملة من البون بتبقى diffuse ودense sclerotic bone. The lesion may be extensive وممكن يوصل ان هو يكون bilateral. البوردر هتقولي طب bilateral وراديو اوبيك اهو, ما اعتبرهاش gigantiform cementoma. اقولك اه برافو عليك, بس gigantiform cementoma فيها familial tendency يعني بتبقى hereditary, لكن ده infection مش هيبقى hereditary. خلاص, البوردر between the lesion and the normal bone بتبقى indistinct, مش قادرة ميزها قوي ما بين النورمال والليجنال بون, وبينفولف المانديبل والمجزلة مع بعض. اخر واحد في الاوستيومايلايتس عندنا اللي هو الجاريز اوستيومايلايتس او كرونيك اوستيومايلايتس with proliferative periosteitis, يعني عندي proliferation في البيري او around البيريوستيوم بتاعي, ودي عمري ما هشوفها في اللاترال سيفالوماتريك او لاترال فيو من الاكس راي, دي تبان لي في اوكلوز الفيلم عشان اشوف البريوستيوم بتاعي. لكن لو انا هصور كده, طب ما البريوستيوم لزق على العظم انا مش شايفه, لكن لما اصور من فوق لا هشوف الفرق هيبقى عامل ازاي. ده بيحصل عندي فوكال ثيكنينج للبريوستيوم with peripheral subperiosteal reaction of bone resulting from mild or chronic irritation. الديزيز بيحصل في الchildren واليونج ادلت, يبقى في tendency أو common أكتر أنه بيحصل في المانديبل. البريزنتنج فيتشر أنه بيبقى عندي swelling في الجو مع tooth ache, تمام, بس بيبقى firm swelling. لما تيجي تصور الأوكلوزال فيلم بتاعي أو أن البين ده والسويلنج ده بيقعد له weeks in duration, في اللاترال فيو مش هيبان, لكن هنا في الأوكلوزال راديوغراف شايفين الأوكلوزال thickening للبريوستيوم بتاعي حوالين السنان
الافكتد الاوفندنج توث نفسها، بيبقى الكورتكس بتاعتي بعدت وحصل لي داون للايه للبون بتاعنا. اخر حاجه عندنا هي الهايبر باراثايرويديزم، اسمه الثاني فون ريكلينغهاوزن ديزيز اوف سكن، سوري اوف بون، لان انا كان عندي الفون ريكلينغهاوزن ديزيز اوف سكن اللي هو المالتيبل نيوروفايبروماتوزز، وكان بيبقى معاه كافيولي بيجمنتيشن برضو، كانت تبقى في صوره سبوتس. خلاص الفون ريكلينغهاوزن ديزيز of bone، sorry في spelling mistake، دي GH مش جي، ده spelling mistake معلش. او اسمه التاني osteitis fibrosa cystica، osteitis fibrosa cystica. الديزيز ده من اسمه هايبر يعني زيادة، parathyroidism يعني زيادة في الباراثورمون، يبقى الهرمون اللي طالع من الباراثيرويد جلاند طالع بزيادة. ده يا اما حاجة من اتنين، يا بسبب ادينوما في الجلاند يعني primary بسبب مشكلة في الجلاند نفسها، في أدينوما في تيومر جوه الجلاند فبتطلع الهرمون ده بزيادة، أو إن زيادة الباراثورمون بتبقى سكندري لرينال فيلير. إن أنا حصل عندي، هو إيه وظيفة الباراثيرويد هرمون؟ وظيفته إنه يعمل لي إليفيشن للبلاد كالسيوم ليفل. لو البلاد كالسيوم بتاعي قل يعمل إيه؟ يرفع البلاد كالسيوم ليفل. طب يرفع البلاد كالسيوم ليفل ازاي؟ يروح يشتري يعني يشتري شويه كالسيوم ويرميهم في البلاد؟ لا، يسرقهم من البون. خلاص ياكتيفيت اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، تعمل لي بون ريزوربشن، يسحب الكالسيوم ده منها ويحطه في البلاد. يبقى دي وظيفه الباراثايرويد هرمون. طيب يبقى الباراثايرويد هرمون دوت لو حصل ادينوما في الباراثايرويد جلاند، تيومر في الباراثايرويد جلاند، وزاد السكريشن بتاعي، يبقى يحصل عندي ايه؟ هايبر باراثايرويديزم. طيب ده برايمري. سكندري بقى ازاي؟ لو عندي رينال فيلير، رينال فيلير الكيدنيز بقت تخرج لي كالسيوم ما بترجعوش، بتخرج الكالسيوم في اليورين، وبالتالي حصل لي هايبوكالسيميا، الاقي فيدباك ميكانيزم الباراثايرويد جلاند تشتغل تطلع لي باراثايرويد هرمون عشان تزود البلاد كالسيوم ليفل. يبقى ممكن يكون الهايبر باراثايرويديزم ده برايمري او سكندري. برايمري نتيجه ادينوما في الجلاند نفسها، سواء كانت نيوبلاستيك تشينجز جوه الجلاند او هايبربليجيا في الجلاند مساعده ان انا اطلع باراثايرويد هرمون كتير، او سكندري نتيجه رينال فيلير لان حصل عندي هايبوكالسيميا. البرايمري بتبقى اسوشيتد بهايبركالسيميا، لان دي طالعه انا عندي الهرمون هو اللي ايه اللي طالع وشغال، لكن السكندري ده انا اوريدي عندي هايبوكالسيميا وانا بحاول اصلحها. تمام، ايه المانيفيستيشن اوف هايبركالسيميا؟ اولا نيوروماسكولار ويكنس، حس ان عضلاته مش قادره تشيله، ده نتيجه ان انا عندي ايه هايبركالسيميا. فتيج، بيحصل عندي تريمرز في المسلز، جاسترو انتستينال سيمتومز، ممكن يخش في كوبا في حالات الهايبركالسيميك كرايسيس. رينال ستونز، يبقى عندي كالسيفيكيشن في الكيدنيز، نيفرو كالسينوزز او ميتاستاتيك كالسيفيكيشن اوف اذر تيشو. تمام، زي ما كنا بنقول في عندي ديستروفيك كالسيفيكيشن وفي عندي ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. الديستروفيك كالسيفيكيشن ده زي ما كنا بنقول زمان وايام السيست وايام الحاجات دي، ان هو بيجي على ديجنريتد سيلز كنوع من الديفنس ميكانيزم، يحصل ايه خلايا ميته الجسم يروح حاطط عليها كالسيوم عشان ايه يحوطها كده كنوع من الوولينج اوف. لكن الميتاستاتيك كالسيفيكيشن ان انا عندي بلاد كالسيوم ليفل يزيد ويبتدي يترسب في ليفنج تيشو، يحصل بون ريزوربشن وريبليسمنت بفايبرس تيشو، وده هيؤدي الى اوستيوبينيا، نتيجه ان انا هيبقى عندي بين في البون بتاعي ان انا مش قادر استحمل اللود بتاعي. باثولوجيكال فراكتشر طبعا، لان كل الكالسيوم اللي عمال يزيد في البلاد ده انا بسحبه منين؟ بسحبه من البون بتاعي. التيث بتبقى في نورمال دانستي اند راديوباستي، لكن البون بقى من حواليها بيبقى ديكريز دانستي وذ ريديولوسنت هاني كامب ابييرنس. ترابيكولار بون تبقى فاين،
وبيبقى شكلها فيها ترابيكولر موتلينج، ودي بنشوفها اكتر في الكرينيال بونز. بيبقى عندي وايد سبريد جنرالايزد لوس اوف لامينا ديورا. شوف كم حاجه كانت شفناها فيها جنرالايزد لوس من اللامينا ديورا. الهايبر باراثايرويدزمال برايمري قلنا ان ابسنس اوف رينال ديزيز هيبقى عندي المانيفيستيشنز ديت، يعني برايمري هايبر باراثايرويدزم في البلد بيكتشر بتاعتي هيبقى عندي هايبر كالسيميا، هايبوفوسفاتيميا، هايبر كالسيوريا يعني زياده في اليورين اكسكريشن للكالسيوم، اليفيتد سيرم الكالين فوسفاتيز لان انا بيحصل عندي بون ريزوربشن فعايز اعوض ببون ديبوزيشن، فالاقي الالكلاين فوسفاتيز بتاعي وده بيطلع او موجود بوفره في الاوستيوبلاست، تمام، والاقي ان انا عندي الباراثايرويد هرمون زياده. تحت الميكروسكوب اتس كونسيدرد وان اوف ذا جاينت سيل ليجن، وان اوف ذا جاينت سيل ليجن زيه زي الانيوريزمال بون سيست، زي الجاينت سيل تيومر، زي جاينت سنترال جاينت سيل جرانيولوما، زي البريفرال جاينت سيل جرانيولوما، وادي اخر واحد هناخده اللي هو الايه الهايبر باراثايرويدزم او الفون ريكلينغهاوزن ديزيز اوف بون. كده الحمد لله نبقى خلصنا التشابتر بتاعنا او الاجزاء اللي احنا كنا عايزين نقولها في البون ديزيزز، والحمد لله كده يبقى المنهج بتاعنا خلص.